خلونا نستقبل عبر الهاتف كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والنجم الكبير. طبعا يا كابتن برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي، وطبعا اهلا وسهلا بكابتن طارق وكابتن اسلام. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف خير كابتن. يعني حضرتك قيمة كبيرة، عايزين من حضرتك نظرة عامة لأداء المنتخب الوطني في أول مبارتين في أمم أفريقيا لغاية دلوقتي. هو دايما يعني ضبط التوتر في المباريات اللي زي دي بتبقى محتاجة يعني عمل جماعي كبير وفترة طويلة من يعني إن الفرقة تبقى تطمن أكتر ويبقى فيه التحليل على كل المباريات وكل الفرق بشكل موضوعي ومنطقي، لان طبعا احنا احيانا يعني فريق التحليل بيجيب لنا داتا عشان هنلعب مثلا موزمبيق، فممكن ما يحالفهمش التوفيق في تأديب كويس لفريق موزمبيق، فننزل بشكل او بطريقة او بخطة مش مناسبة فنفاجأ بقوة موزمبيق وسرعة لعبيها. مع ان هم طبعا النهارده كانوا في حاله سيئه جدا ضد كاب فيرد، وطبعا كاب فيرد طبعا ما احنا اول ما يعني بصينا على المجموعه يعني كل الناس قالت المجموعه يعني في المتناول، ولكن لما بدات المباريات حسينا ان المنافسين ما هماش تطوروا الكره يعني الافريقيه تطورت طبعا 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 خصوصا كاب فيرد. خليني أسأل حضرتك في آخر ما خرج عن الحالة الصحية للنجم محمد صلاح وتم إعلان أنه مش هيشارك في المباراتين القادمين، تأثير ده إيه؟ طبعا تأثير كبير، لعيب كبير من أعظم لعيبة العالم، ويعني كل فرق العالم بتعمل له حساب، فطبعا تأثير كبير وتأثيره في الملعب وخارج الملعب. نتمنى له الشفاء إن شاء الله ونتمنى يعني ما نستعجلش عليه برضه عشان لو كملنا باذن الله، وانا حاسس ان احنا هنكمل باذن الله المراحل الاخيره، يكون موجود وموجود بشكل جيد ومتعافي تماما. يعني هل يتحمل الشناوي جزء من مسؤوليه الاهداف اللي تلقاها المنتخب في مباراتي غانا وموزمبيق، ولا الشكل هنا بيبقى ايه كابتن؟ المسؤوليه هنا بتبقى لا، انا دايما اقول الهدف اللي بيخش في الفرقه كلها، والهدف اللي احنا بنجيبه الفرقه كلها هي اللي بتجيبه، ولكن انا شايف ان طبعا الاهداف كلها فيها درجات صعوبه متفاوته، يعني يعني من درجات صعوبه كبيره لدرجات صعوبه اقل يعني في التقدير، ولكن مش شايف ان في حاجه سيلي ميستيكس او اخطاء يعني طفوليه، يعني لا، يعني هي كرات كانت يعني فيها نسبه الرؤيه يعني مش واضحه. طبعا الهدف بتاع الانجول بتاع منعم يعني 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 غير اتجاهها في قسم الثانيه، فكانت الزمن بتاعها صعب ان انا يطلع رد فعل عليه، يعني حاجات ما هياش يعني ممكن محمد الشناوي في بعض المباريات الاخرى يعني يقدر يعمل محاولات على بعض الكور دي، ممكن لا، يعني ما نقدرش نقول ان هو خطا من محمد الشناوي، لا يعني الكرات صعبه حقيقي، وحتى الكره اللي اتشطت من مسافه بعيده كان في بلوك فتح يعني بعد الكره ما اتشطت فزمانها كان برضه صعب. كابتن احنا شفنا اداء كيب فيردي على مدار المباريات، والنهارده طبعا اداء موزمبيق، وحتى تم وصف اهدافهم بان هي اهداف صاروخيه. حضرتك تنصح بايه الشناوي؟ مش عايز اقول نصيحه، ولكن تقول له ايه يعني قبل المباراه؟ هي الفرقه ككل اللي احنا يعني مجموعه الدفاع ومجموعه تغطيه المساحات في الملعب دي مهمه جدا، لانه الفرقه دي بتخلق مساحات غريبه في الملعب، وكل مكان في الملعب بتلاقي فيه اللي بيؤدي واجبات المركز او اللي بيمتلك المساحه اللي موجوده يعني شكل يعني يعني متدربين عليه بشكل جيد جدا. يعني السيستم بتاع الاداء في الـ في الـ في, الـ في الطريقه اللي بيلعبوا بيها بيغطوها بشكل رائع. وهم طبعا اعتقد يعني لو المدرب طبعا هياخد باله ان هو تاهل خلاص واول مجموعه، ممكن يبقى يدي فرص للمنتخب المصري للبدلاء او الناس اللي ما شاركتش على اساس يريح الفرقه،
ولكن احنا منتخب مصر لعب بالفرق الاساسي، لعب بالفرق الاحتياطي. احنا منتخب كبير جدا 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 واكبر من كل الفرق الموجوده. طبعا في فرق كبيره زي المغرب، زي السنغال، الجزائر، طبعا دول فرق طبعا كبيره زي مصر ما هي كبيره، دول برضو كبار. نعم. زائد الفرق النمور الصاعده بتاعت الفرق الافريقيه اللي بدات يعني ما بقاش في فوارق كبيره في المستويات بين الفرق الكبيره والفرق الصغيره. مين ابرز حراس المرمى اللي لفتوا انتباه حضرتك خلال المباريات او خلال الجوله الاولى والثانيه حتى الان؟ يعني ابرزهم بونو طبعا. بونو طبعا انا بتكلم يعني مش من خلال المباريات لكن من خلال السنين يعني اللي اجاد فيها بونو في كاس العالم وفي كؤوس الاوروبيه ولا في حراس كتير طبعا شباب كمان. طبعا اونانا ما يعني ما اداش احسن حاجه زي ما برضه هو عنده في فريقه مانشستر يونايتد، برضه مش احسن حاجه السنه دي مع انه المفروض ان هو جول كبير ومصنف. يعني الجول بتاع كونغو برضه النهارده صدفه حظ عاسر لكن عامل انقاذات كبيره في المباراه. لا في حراس كتير كتير في انا قلت حتى قبل البطوله ان البطوله دي هتبقى بطوله حراس هيتولدوا نجوم في البطوله دي. والحقيقه انه كتير غير متوقع وتطور كبير للعيبه الافارقه بشكل عام، فيمكن هي يعني بطوله من اولها. حضرتك لازم تاخدي بالك ان اللعيبه الافارقه دي انا عندي الليسته مثلا بتاعت فريق غانا السنغال، دول مثلا الاربع حراس اربع محترفين في اربع انديه بالظبط. قيسي على كده مثلا الفرقه بقى كلها ال 23 مقيد كلهم بيلعبوا في انديه كبيره او متوسطه في الدوري الاوروبي صحيح، او في انديه درجه ثانيه في الـ يعني في انجلترا او في فرنسا او في اسبانيا. يعني انت بتتعاملي، وده طبعا يدينا لحته الماركتنج بالنسبه للعيبه المصريين. يعني احنا ليه بنبالغ في المطالبه بمبالغ كبيره؟ الناس دي بتطلع ب 50,000 دولار وب 100,000 دولار وبعدين الريسيل بتاعهم بقى بيكسبهم على مدى 10 سنين. طبعا صحيح. يعني يقعدوا يكسبوا يعني دوره الانتاج بتاعت اللعيبه دي بتكسب بلادها وفرقها وعدد سنين بقى، عدد ساعات لعب بشكل محترف، تغذيه، السوشيال لايف في البلاد الاوروبيه، بيرجعوا زي ما انت شايفه كده از تكتيك والتكنيكال بتاعهم مختلف تماما. فحاجه يعني احنا لازم نفكر في الحته دي كويس قوي عشان يبقى احنا يعني لازم نكون مصدرين 100 لعيب مثلا على الاقل. يعني المدرب السنغال بيقول امبارح انا بختار من بين 100 لعيب محترف. ده حقيقي. احنا عندنا 7-8 لعيبه. ده حقيقي. قول الحكايه. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.